الوضع في ليبيا على وقع تطورات جديدة بعد دعوة جديدة لمجلس النواب الموالي لخليفة حفتر الجيش المصري للتدخل لحماية الأمن القومي لمصر وليبيا ورد التدخل التركي. برلمان طبرق ترك الباب مفتوحا أمام القوات المصرية للتدخل في ليبيا إذا قدرت مصر أن خطرا ما يهدد أمنها القومي جراء الأوضاع في ليبيا. الدعوة وهي الثانية في غضون أقل من شهر بعد تصريحات مشابهة لعقيلة صالح تضمنت أيضا العمل مع القوات المصرية على ما وصفه بيان مجلس النواب بدحر المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي وما يمثله من تهديد مباشر على ليبيا ودول الجوار. وتأتي هذه الدعوة بحسب مراقبين لتأكيد الدور الذي تلعبه مصر في تأييد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي خسرت قواته العديد من المواقع لصالح قوات الوفاق المدعومة من تركيا. الدعوة سبقتها تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها إن بلاده تملك حقا شرعيا في التدخل في ليبيا وأمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية خارج البلاد إذا دعت الحاجة لذلك. تصريحات فهم منها المتابعون أنها للرد على التدخل التركي في ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وهو التدخل الذي تعتبره القاهرة غير شرعي ومن شأنه أن يسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية. وبالنسبة لمصر فإن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر لا يجب على القوات التركية الاقتراب منه، خاصة في ظل تقارير تحدثت عن استعدادات تركية للسيطرة على المدينتين. وشددت القاهرة مرارا على أنها لن تسمح بأي تهديد لحدود مصر الغربية المرتبطة بالحدود مع ليبيا، مشددة على رفض أي تجاوز لمدينتي سرت والجفرة، موقف جدد التأكيد عليه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري كمال عامر الذي أوضح أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، مشيرا إلى أن أمن ليبيا جزء من الأمن المصري. أما الجانب التركي فما زال بدوره متمسكا بالسيطرة على مدينتي سرت والجفرة وإخراج قوات حفتر منهما كشرط لبدء حل سياسي في ليبيا، حيث تحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن محاولة للتفاوض حول انسحاب قوات حفتر. تصريحات نفتها القاهرة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري الذي أكد غياب أي تواصل مع تركيا في الفترة الماضية محذرا من تحضير أنقرة لعملية عسكرية في مدينة سرت.